أنا ولا مرة شكيت بقدراتكم لهذا اليوم. هالاختبار بس كان للتذكير، من شان تطهروا أرواحكم وتنظفوا عقولكم وتصفوها، ومن شان تقوى أجسادكم أكثر، والأهم من شان ما تنسوا سبب وجودكم بالجيش. واضح على وجوهكم انه هالاختبار جاب نتيجة. دائما كنت فخور فيكم، وهلا فخور فيكم اكثر. تسلم. اسمعوا يا شباب، بدي احكي لكم معلومة سرية. اكيد عم تسألوا حالكم كيف الضابط يافوز رجع بعد ما سرحوه من الجيش. بس قبل ما احكي لكم شو السبب، لازم تحافظوا على هذا السر بأرواحكم، وبتوعدوني انكم ما تحكوا لأي حدا. نوعدك حضرة الضابط. لهاليوم يا شباب، أعدائنا جربوا كل الطرق من شان يقسموا بلدنا، وبنفس الوقت لما هن كانوا عم يزرعوا رجال تابعين لإلهم بيناتنا، نحن قدرنا كمان نسرب رجال جواتهم، ونجحنا بهالشي. وبس القادة يلي بيعرفوا بهذا الموضوع، وأنا من جديد عرفت، وأنتو يا شباب صار ضروري إنكم تعرفوا هالمعلومة كمان. أبونا الضابط يافوز كراسو هو بطل مانو خاين. ما فهمت عليك سيدي. الأغا؟ اسمه الحقيقي حميد كراسو، هو استخبارات وعم يشتغل لصالح دولتنا. سرب جوات الإرهابيين من شان يخدم وطنه. أبولا يافوز تخلى عن زوجته وعن ابنه كمان وعن قرايبينه وعن كل حياته من شان يخدم الوطن. يعني الشيء اللي لازم تفهموه انه هو شال قلبه وطلعه من مكانه. نحن عائلة وكلياتنا اخوة فريق واحد، وهالمعلومة هي ما راح تحكوها لأي حدا وراح تروح معكم للقبر. مفهوم هالشي؟ تحت أمرك حضرة الضابط. سيدي، الضابط يافوز، ما بتصدق قديش فرحت. ما حدا بيعرف شعوري هلأ، لساتني مصدوم. أخيرا سيدي، كان في حمل قد الجبل على كتافك، بس الحمد لله راح وارتحت. تماما هيك يا حافظ، معناتها هذا هو السبب اللي كان يخليه يحمي الضابط يافوز والأشكال الورقية. الحمد لله أحلى خبر سمعته من زمان. أساسا لو كان رجال مثل أبوه الضابط يافوز خاين وإرهابي، لكنت ما عاد صدقت علم المورثات يا جماعة أبدا. بس في عندي سؤال حيرني. والضابط كورهان ما مات، هي لعبة من أبي. والله حلال على الأغا، خدعنا كلياتنا. يا هيك المخابرات يا بلا. قالوا نعم سيدي. رصدنا حركة بالمنطقة الشمالية برات الحدود، رجال جولاق استقروا بمكان هنيك، ومساعده الأول لجولاق معهم. طيب حددوا لك وين المكان بالضبط؟ ايه سيدي، بعتولي الموقع بالضبط. تمام، انا رح ابعت الفريق فورا. في تطورات جديدة سيدي؟ رجال جولاق ظهرت تحركات غريبة لقلو اليوم بالمنطقة الشمالية للحدود. استخباراتنا حددت المكان، وفي احتمال مساعد جولاق يكون هنيك. ارهابي على مستوى عالي. ايه تماما، إذا لقينا هذا الرجال منكون قطعنا إيده اليمين لجولاق. بالضبط، صحيح. أنتم مناح هلأ؟
إذا كنتوا كتير تعبانين فيني أبعت فريق تاني. بالعكس نحن مناح ومثل السباع. نحن انولدنا من جديد سيدي. ممتاز، لكن تحركوا بسرعة يا شباب، وأنا رح كون على تواصل معكم من مركز العمليات. تحت أمرك حضرة الضائر. الله يحميكم.